الروح القدس الإله الواحد حل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. بنعمة ربنا هنبدأ هذا الكورس اللي هو من ضمن الكورسات المتخصصة في الدراسات اللاهوتية. كان مفروض نبدأه من مدة طويلة لكن جت بقى ظروف الكورونا زي ما انتوا عارفين وتأجل شهور كثيرة. الكورس ده يقع تحت عنوان كبير، العنوان الكبير دوت هيكون في مجموعة من الكورسات لكن كلها تندرج تحت العنوان الكبير، وهو تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين. احنا كنا ادينا المادة دي في اعداد خدام في محاضرتين مدمجتين، وساعتها قلت ان المحاضرة دهيت رغم انها تبدو انها كبيرة لكنها مختصرة جدا، حتى البعض تبسم لانها كانت يعني ايه خدت ما يقرب من 3 ساعات ساعتها. واتكلمنا كان في المحاضرة دهيت عن الموضوع بالمجمل باختصار دون الخوض في التفاصيل بأسلوب أكاديمي مدقق تستخدم فيه الشواهد من أقوال الآباء والبراهين الكتابية والتاريخية بشكل كافي. اكتفينا بالحد الأدنى علشان نلم يبقى عندنا صورة مجملة عن الموضوع. قيمة الموضوع دوت اللي هو تاريخ الفكر الكريستولوجي ان الموضوع ده بسببه حصل انشقاق في الكنيسة، وكانت اول نقطة خلاف يحصل بسببها الانشقاق. قيمته ان الخلاف ده مازال قائم في تاريخ العقيدة. نسمع عن بعض البدع ولكن البدع دي بندرسها كتاريخ، ما فيش لها وجود حي، زي بدعة أريوس مثلا، سابيليوس، مقدونيوس وهكذا. يعني في حاجات كتيرة حصلت في التاريخ العقيدة واتحسمت وانتهت وكان ليها فوائد ساعتها ان ادت فرصة لآباء الكنيسة يتناولوا المواضيع بعمق وتفصيلات اكتر، وبالتالي كان ليها بركات. اما الموضوع اللي احنا بصدده فهو للأسف خلاف حدث ولكنه مستمر، والانشقاق اللي تم مازال قائم. طبعا في البداية، في بداية الانشقاق خالص سنة 451 حصل انشقاق بين الكنيسة الأرثوذكسية اللي هي اللاخلقدونية والكنائس الخلقدونية أو اللي بيؤمنوا بمجمع خلقدوني. العائلة بتاعت الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقدونية ظلت كما هي منذ أن حدث الانشقاق الأول 451.
نفس الإيمان ثابت، واللي هو الإيمان اللي استلمناه من الرسل وما زال وما تغيرش، لا تغير في خلق دنيا ولا بعد خلق دنيا. الكنائس الخلقدونية حصل فيها انقسامات على مدار التاريخ. يبقى الانقسام الأول 451، بعد كده انقسمت الكنائس الخلقدونية للكنائس البيزنطية الشرق والغرب، الشرق البيزنطي وروما الكاثوليكي، وده كان 1054 في القرن الحداشر بسبب بدعة انبثاق الروح القدس، أما قالوا من الآب والابن. وبالتالي بقوا مجموعتين، بدل ما الخلاف بينه وبين عائلة واحدة بقى خلاف بينه وبين عائلتين، دول اللي هو الكنائس البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية. ونحن كما نحن، لم يتغير شيء. جه في مرحلة لاحقة في القرن الستاشر حصل انقسام داخل الكنيسة الكاثوليكية، البروتستانت، وأصبح بعد كده الخلاف بقى مع ثلاث كنايس في مقابل العائلة الأرثوذكسية، مع الكنيسة البيزنطية، الكنيسة الكاثوليكية، البروتستانت. البروتستانت تشعبوا، لمذاهب كثيرة أو تحت مسميات كثيرة، لدرجة صدقوني لو سألتوني البروتستانت كام طايفة مش عارف، يعني أعداد كبيرة جدا. مش هندخل في خوض التفاصيل، لكن أنا بدي فكرة مجملة. لكن أصبح الخلاف بقى بدل ما بين عائلة وعائلة، عائلة لا خلق أرثوذكس لا خلقدونيين وعائلة الخلقدونيين، بقى هما اللي تقسموا. لكن الكتلة بتاع العائلة الأرثوذكسية كما هي. طبعا كلنا بنتمنى وحدة الكنيسة وبنصلي من أجل هذا، ولما بندرس الحاجات دهيت لا ندرسها على سبيل الصراع والمبارزة الفكرية والمجادلات السقيمة، ولكن سعيا وشوقا أن نصل في يوم من الأيام إلى الوحدة الحقيقية في الإيمان، وخصوصا بقى فيه حوارات بتتم مع كل الكنائس. وبالتالي عشان نوصل لوحدة واتفاق، أو على الأقل عشان إحنا نكون فاهمين عقيدتنا، طب لماذا أنا أرثوذكسي؟ ما في شباب كتير هيطلع يقول الله، طب ما في بروتستانت، في كاثوليك، في روم، طب احنا أرثوذكسي، طب ليه؟ مين اللي صح ومين اللي غلط؟ فحتى مش من أجل الحوارات،
من أجل كل فرد على حدة. من حق كل واحد أن يدرك إيمانه. دايما أردد قول المعلمنا بولس الرسول جميل أما يقول إني عالم بمن أمنت وموقن. فجميل إن الواحد يبقى فهم عقيدته. صح نعمة إن اتولدنا في الإيمان الأرثوذكسي الأصيل، لكن لن ندرك قيمة هذه النعمة إلا لو فهمنا إيماننا الأرثوذكسي. تعرفوا الواحد زي ممكن يكون عنده قطعة ذهب أو معدن نفيس ومتطرب كده وعليه يعني اتساخ، لو شاف حتة معدن أحسن يعني بتبرق كده يفتكر إنها حلوة. أنا وقعت في المطب ده قريب صدقوني، لقيت شرية قديمة كانت يعني المفروض كان وارثها من سيدنا الأنبا دوماديوس، متهببة قوي ويعني أصغر في الحجم شوية. فكنت كل ما أصلي قداس يجيبوا لي شرية تاني من الحاجات الجديدة دي اللي هي بتبقى يعني متلمعة كويس. وقعدت فترة طويلة على كده، وبعدين قلت لا بس ما يصحش تبقى كده، ننظفها تتشال نظيفة حتى. وإذ بينا وإحنا لما نظفناها اتنظفت فوجئت إنها فضة وبتلمع وذو قيمة كبيرة قوي. لو قبل ما أعرف وأشيل الاتساخ والهباب اللي عليها دوت، لو حد جاب لنا شرية كده ويقول لي ناخد ديت أقول له ماله، يبقى إحنا الكسبانين عشان مش عارف قيمة اللي عندي مطموس. فهنا قيمة إن إحنا نكون عارفين إيماننا وندركه ونفهمه، فده بتدينا رسوخ وثقة وبتخلينا نقدر نسلم ولادنا، سواء ولادنا بالجسد أو ولادنا الروحيين، الإيمان المسلم مرة من القديسين. كل ما نكون فاهمين العقيدة بتاعتنا كويس تتحول إلى سلوك بصورة تلقائية. تأثر في السلوك الروحي. فهنا أولا نحن ندرس مثل هذه الأمور لفائدتنا الشخصية، أن ندرك ما هو إيماننا وقيمته وقد إيه الدفع فيه ثمن غالي. وإحنا ما كناش عارفين، يقول لك هلك شعبي من عدم المعرفة. ونقطة تانية جميلة، إن في سعينا بقلب مفتوح لأجل الوحدة المسيحية مش ممكن نصل إليها بوحدة حقيقية مظبوطة إلا لو فهمنا إيه هي أصلا نقط الخلاف، تبقى واضحة عشان لما نيجي نقعد ونتحاور نبقى فاهمين إحنا إيه أو هم إيه وهيبقى إيه، المعالجة إزاي، إيه اللي تم في المعالجة، هل عالجنا نقط الخلاف ولا لأ،
ولما نفهم نقط الخلاف فتبقى معالجتها سهلة، زي أي مرض كده بيبدأ بإيه؟ العلاج يبدأ بإيه؟ بالتشخيص. لازم قبل كل شيء أشخص إيه المرض بالضبط؟ ولو في عدوى بأي فيروس أو ميكروب بيتعمل تحاليل تتحدد نوع الميكروب عشان يبقى له العلاج المناسب اللي يجيب نتيجة. ومن هنا كان أهمية دراستنا لهذا النوع من الدراسات أو لهذا المجال، وهو تاريخ الفكر الكريستولوجي. تاريخ الفكر الكريستولوجي هو كورس واحد في فصول عديدة، ممكن نسميه الفصل الأول أو الكورس الأول، أو ممكن نقول عدة كورسات تحت عنوان واحد. في بيسألوا هل ممكن يبقى فيه امتحان ولا غيره؟ آه يبقى فيه امتحان، وممكن ندي شهادة بس اللي يجتاز الايه المجموعة كلها للآخر، لأن الحاجات مرتبطة ببعضيها. طبعا احنا اشترطنا ان اللي هيدرس معانا ده كورس متخصص جدا، لازم الحد الادنى ليه يكون ذاكر كويس جدا المحاضرة اللي قلناها اللي هي بتاعة تاريخ الفكر الكريستولوجي، وحطناها كشرط عشان كده ممكن اللي ما ذاكرهاش كويس ممكن مش هيبقى يقدر يتابع، لان مش هبدأ مش هعيد كتير، كلامي هيبقى تكميلي، هياخد طابع دراسي شوية مش حواديت. مش مجرد هيبقى في حواديت، بس حواديت فكرية، نناقش تاريخ فكر، تاريخ فكر يعني لاهوت. بس في ناس بيمسكوا تاريخ سيرة كده، شخص يمسكوا حياته مراحل حياته ازاي، احنا ماسكين الفكر، مراحل الفكر ماشية ازاي، تاريخ فكر. وبالتالي لازم الموضوع يكون متكامل ومترابط. لو حد حضر حاجة وما كملش ممكن يستنتج حاجات مش مظبوطة، عشان كده الحكم في اكتمال الكورس بالكامل، لا يتجزأ ولا يكتزأ. طبعا نظامه والحاجات التكنيكية بتاعته في العرض قالها لكم أبونا وبتعلن، لكن دلوقتي بنركز احنا في الموضوع نفسه. احنا طبعا أعلننا ان الكورس ده او الفصل الدراسي ده تحت العنوان الكبير اللي أعلننا عليه هيكون عن مصالحة 433 اللي تمت بين القديس كيرلس كممثل لمجمع أفسس باعتباره كان رئيس مجمع أفسس، وبين يوحنا الأنطاكي ومن معه. واتكلمنا ادينا فكرة ملخصة سريعة عن الموضوع دوت في المحاضرة اللي اتكلمنا فيها. ليه اخترنا الموضوع دوت؟ عشان بنركز على النقط الارتكاز المحورية
اللي بيدور حواليها خلافات. كنائس الخلقدونية اختزلت القديس كيرلس في المصالحة دي بحسب ادعاءاتهم، زي ما هندرس ايه هي المصالحة دي، بيقولوا عليها ايه وهي بالنسبة لنا ايه. فأصبح القديس كيرلس بالنسبة لهم هو مصالحة 433 بحسب ادعاءاتهم ومفهومهم، والرسالة الثانية للنصور. واختزلوا كل حاجة، حتى لما تشوفوا موسوعة زي موسوعة نايسين عند بص نايسين فازرز، استبعدوا القديس كيرلس تماما منها. ما تحطش فيها. ليه؟ لأن كل كتاباته معظمها مش على الهوى. اختزلوه في حاجة صنعوها، وبقى هو ده القديس كيرلس. على المستوى التاريخي هجوم شرس على شخصيته، اوعوا تفتكروا البابا ديوسقوروس بس، القديس كيرلس نفسه، هجوم شرس على القديس كيرلس ووصفه بأوصاف صعبة وينسبه إليه كل يعني المساوئ أو الصفات التي أبعد ما تكون عنه، موجودة في المراجع، مش عايز أقول لكم عليها يعني، يعني لكن موجودة. وكنت بأفاجأ أول لما بجيت أبحث في الموضوع دوت، قال طب منين بيؤمنوا بالقديس كيرلس، ومنين يعني بيقولوا طالع لخاله، واللي يقولوا دكتاتور، واللي مش عارف ايه حاجات كتيرة. وبعدين في الآخر يدعوا ان هم اللي فاهمين القديس كيرلس كويس واحنا فاهمينه غلط. بما فيهم البابا ديوسقوروس، ما كانش زي كيرلس. ليه؟ عشان كل دول ضد ما يدعوه فيما يخص مصالحة 433. المصالحة دهيت بالادعاءات اللي جات عليها كانت سبب تعب ومعاناة للبابا كيرلس من 433 لغاية يوم نياحته 444. مرض وتعب بسبب الادعاءات اللي كان يعني يرد عليها والأكاذيب. لما هندخل بالتفاصيل بعد كده، انا بس بقول لكم ليه اخترنا الموضوع دوت، يعني نبدا بيه. مجمع القسطنطينيه المكاني اللي كان بقياده فيليبيانوس 448 اللي اتحكم فيه على اوطاخي، كان بيدور حوالين اساسه هو ما يدعونه عن مصالحة 433. وكان رد عليه مجمع أفسس بقيادة البابا ديوسقوروس 449، مجمع خلقدونية 451 اختزل القديس كيرلس فيه لبرضه للهيه دهيت.
المصالحة والرسالة الثانية للنصور بس. وأهم ما كتب البنود الاثناشر استبعد في خلق دنيا، حتى لما جم يقيموا توماس لاون مع البنود الاثناشر القديس كورولوس وقالوا ترفع الجلسة وتعقد بعد 5 أيام. طبعا أنا بتكلم باعتبار أنكم مذاكرين المحاضرة، فجم عقدوها بعد 3 أيام واستبعد القديس كورولوس منها. وأحداث كتيرة هنعرفها بالتفصيل، بس أنا بجيب بس مقتطفات عشان نبقى فاهمين ليه اخترنا الموضوع دوت. مصالحة 433، عشان كده هنتناولها بشيء من التفصيل بدقة. قد ستكون للبعض فيها استطراد، هنستخدم فيها شواهد كتير ومراجع كتير. المراجع الرئيسية فيها هتكون للبابا كيرلس نفسه وللكنائس الخلقدونية. وهنقراها حاجة حاجة، فهتكون يعني على مستوى دراسي تحليلي دقيق بقدر الإمكان، يحتاج تركيز شوية. قبل ما ندخل فيها بنسترجع مع بعض نقط كنا شرحناها في المحاضرة السابقة، أو اللي قلت لكم اللي مطلوب من اللي يدخل الكورس ده لازم يكون مذاكرها. احنا ما عملناش امتحان، لكن اللي مش هيكون مذاكر مش هيقدر يتابع معانا كويس. من ضمن الحاجات اللي قلناها ان عشان نفهم الموضوع ده بدقة ومن جذوره لازم نكون عارفين الخلفية الفكرية لآباء الكنيسة كانت ايه، وحتى الطرف الآخر اللي خد خط مش مظبوط في الفهم كان خلفيته ايه، ليه فكروا بالطريقة دهيت. فقلنا طبعا ان كان في اكبر مدرسة لاهوتية في المسيحية في ذلك الوقت كانت مدرسة الاسكندرية، وكان يقابلها من جهة اخرى كنيسة مدرسة انطاكيا. لكن مدرسة الإسكندرية كانت ليها منهج فكري يختلف عن مدرسة أنطاكيا. مدرسة الإسكندرية مذكرين الحاجات دي فاهمين بقول إيه يعني؟ مدرسة الإسكندرية حتى من قبل المسيحية ما تدخل مصر، المدرسة دي كانت امتداد لمدرسة قائمة موجودة، كانت متأثرة بالفكر الأفلاطوني. وأفلاطون كان يؤمن بالميتافيزيقية، بما وراء الطبيعة. بما وراء المادة. وطبعا العلوم اللاهوتية تعتبر ميتافيزيقية. وبالتالي كان الفكر لآبائنا مهيأ في المعايير والمقاييس اللي بيقيموا بها الفكر، كانوا بيحطوا في الاعتبار ما هو وراء الطبيعة وما هو وراء المادة. كانوا يؤمنوا بالعالم غير المنظور، وبالتالي
كان في حاجات يتقبلوها بالإيمان، ولكن المهم أنها لا تتعارض مع العقل. قد لا يستطيع العقل أن يدركها، يدرك تفاصيلها وكنهاها تماما، ولكن موجودة ويؤمن بيها. زي الروح الإنسانية، طبيعتنا البشرية في روح إنسانية، زي الروح متحدة بالجسد. ما طبعا الكل يؤمن بكده ومتأكد من كده، لكن كيفية اتحاد الروح بالجسد ما يقدرش حد يفسره. وبالتالي لما جم يتكلموا عن اتحاد اللاهوت بالناسوت، حقيقة واضحة قدامهم بكل مظاهرها وبراهينها الروحية، لكن لما يتناولوها بالشرح والتفصيل يوصفوها بالاتحاد غير المدرك غير الموصوف. يقولوا سر الاتحاد، عشان كده غلفوا حتى ما في لغاية دلوقتي نقول في العقائد بتاعتنا نقول سر الفداء، سر التجسد. حقائق مقنعة وموجودة لا تتعارض مع العقل، لكن بتبقى فوق العقل، مقدرش نفصصها أو نخضعها لمقاييس مادية لأنها غير مادية. عشان كده علماء مصر وآباء مصر تلاقوا مصر هي البلد الوحيدة اللي نبغت في المجالين معا، العلوم الروحية والعلوم التجريبية. اليوم في الطب وفي التحنيط وفي الهندسة، يعني وصل درجات عالية، ولكن أيضا في عالم الروح كان لهم مجال كبير. قابلها من ناحية تانية مدرسة أنطاكية كانت متأثرة بفلسفة أرسطو الواقعي، اللي يخضع كل حاجة للتجريب الملموس الحسي. عشان كده نلاقيهم نبغوا في العلوم التجريبية، لكن للأسف لما كان يجوا يتناولوا الأمور الروحية ويحاولوا يخضعوها للمعايير المادية الملموسة المحسوسة بمقاييسها، فوقعوا في هرطقات كتيرة، لدرجة كتير من العلماء يوصفوا أرسطو بأبو الهراطقة، وتلاقوا معظم الهرطقات خرجت من هذه المدرسة. أريوس رغم أنه كان تابع كهنوتيا لكنيستنا، لكن درس هناك. أبوليناريوس، مقدونيوس، نسطور وغيرهم وغيرهم، كل دول كانوا مدرسة أنطاكية. فلما جم عشان يفهموا الاتحاد ما قالوش بقى عليه سر الاتحاد، لا، عايزين يخضعوه للايه، للمعايير والمقاييس. انا ما يكون عليا مسار اقيس بيها حاجه كده، لكن حاجه روحيه تتقاس ازاي؟ ما ينفعش. فكان عندهم مبدا في المعايير والمقاييس بتاعتهم، ان مش ممكن
حاجتين يتحدوا ويكونوا كاملين، كامل مع كامل ما يبقاش اتحاد، فلازم يكون في حاجة ناقصة زي الكيمياء. وطبعا انا اديت امثلة، يعني حكاية التكافؤ حاجة تبقى زايدة الكترون هنا تبقى ناقصة الكترون هنا يكملوا المدار الخارجي، تبقى في حالة مستقرة يحصل اتحاد. لكن لو حاجة كاملة ما تبقاش ناشطة كيميائيا للاتحاد، ما ينفعش اتحاد. فأبوليناريوس طبعا استلم من الكنيسة ان المسيح واحد وطبيعته واحدة، ان ده الفكر الايمان المسيحي اللي استلمناه، المسيح واحد مفيش اثنينية ابدا في الكلام عنه. لكن بحسب بقى التحليل الفكري الفلسفي المتأثر بمدرسة أنطاكية هو واحد، يبقى في حاجة ناقصة. طبعا مش يقدر يقول اللاهوت ناقص، فيبقى النقصان ده هيبقى فين؟ في الطبيعة البشرية. قالوا يبقى اللاهوت حل محل الروح الإنسانية، وبالتالي ما بقتش طبيعة بشرية، لأن عشان الطبيعة البشرية تبقى بشرية يبقى إيه؟ لازم تبقى الإنسان روح وجسد. طبعا هذا الفكر رفض تماما، والكنيسة كلها رفضته وأكدوا لأ، كان في تأكيد المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. وأصبح كان هو اللي في الجي يعني في العصر ده التأكيدات كلها تؤكد على كمال لاهوت وناسوت السيد المسيح. بالنسبة لنا احنا ما فيش مشكلة، لكن بالنسبة للفكر المتأثر بمدرسة أنطاكية في مشكلة. قالوا خلاص كامل هو كامل في لاهوته وناسوته، بس كده بقى هيبقى اتنين، مش ممكن هيبقى في اتحاد، هيبقى طبعتين وشخصين. جه نسطور بقى أكد زي الكنيسة كلها بتؤكد كمال لاهوت المسيح وكمال ناسوته، ونسطور مشي كان بيقاوم أبوليناريوس بقوة، بس بحسب المفهوم بقى مش ممكن كامل مع كامل يتحد، فأصبح يتكلم عن السيد المسيح كأنه إيه؟ اتنين. ربط ما بينهم بالبروسوبن، البروسوبن يعني القناعة الخارجية أو الشكل الخارجي. قال أكرم الحامل من أجل المحمول، أكرم الإرجوان من أجل المتردي فيه، وهكذا. يعني أنا ليه يهمني في الأول؟ خلي بالكم اللي يفهم الخلفية دهيت هيقدر يتتبع الفكر ماشي ازاي وليه بيقولوا كده، هم ليه عملوا كده. لان الحكاية دي في خلق دنيا برضو استمرت وشرحناها، وهنشرح بالتفصيل في الكورسات دهيت لما هناخد. فدي حاجة جوهرية، عشان كده بقول لكم لازم 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 اللي يحضر، ما ينفعش يحضر حد من النص كده، لازم يلم باللي بيتقال بالتسلسل بتاعه بالتدرج عشان يقدر يكمل بفهم. انا بكرر كتير اهو،
لما جينا السور قال كده طبعا كان يعاصر البابا كيرلس عمود الدين، فبدأ يبعت له رسائل ودية كده يشرح له فيها. لكن مفيش تجاوب، فكتب رسالة حط فيها 12 بند يوصف فيها الاتحاد ازاي، مزيلة بحرم اللي يعتقد خلاف ذلك او اللي يقول كده يعني. ودي اهم ما كتب القديس كيرلس ضد النسطورية، لان لخص الموضوع في ال 12 بند كده حطهم، ودول اكتر حاجة مكروهة ومقاومة طول حياة البابا كيرلس ويمكن الى يومنا هذا من النسطورية ومن الخلقدونية بعدها. طبعا انا كلمت عن ابو ليناريوس ونسطور بايجاز باعتبار ان خدناه قبل كده، لكن هنركز شوية بقى في البابا كيرلس موقفه كان ايه. بنقول حط البنود الاتناشر، هنقراهم مع بعض لان لاقى مقاومة كبيرة قوي بسبب البنود الاتناشر دول، وينسبوا ليه حاجات من ضمنها المصالحة، يقولوا المصالحة تمت على أساس اتفاق إيماني ولا مش عارف إيه عدل فيه عن البنود الاتناشر وكده. هنشوف البنود الاتناشر ونشوف القديس كيرلس نفسه يعني قال إيه حاجة حاجة، بس عايزين إيه تركيز وطولة بال ونفهم حاجة حاجة. البنود الاتناشر للقديس كيرلس: واحد، من لا يعترف أن عمانوئيل هو الله بالحقيقة، ومن أجل هذا أن العذراء الطاهرة هي والدة الإله لأنها ولدت جسديا الكلمة المتجسد الذي من الله لكون الكلمة صار جسدا فليكن محروما. طبعا عشان تعرفوا أو زي ما أنتوا عارفين ان طالما المسيح طبيعتين وخلى نسطور يقول يبقى اللي اتولد من العذراء ده الانسان، هي ما ولدتش الله الاله، تبقى ما يتقالش عليها والدة الاله. احنا طبعا عارفين ان الجسد ان سوت ربنا صلى الله عليه وسلم ما خدوش يعني خدوا من العذراء، لكن ما خدش اللاهوت بتاعه اتحد، ما خدوش منها مش منظره منها، لكن بالاتحاد القدوس المولود منك يضع ابن الله، لان اتولد متحد. وابائنا ادوا امثله قالوا طب ما احنا كبشر احنا بناخد جسدنا من الاب والام والروح ربنا بيديها، لكن الانسان بيولد على بعضه فبينسب لابوه وامه حتى لو مش هم مصدر روحه. فعشان كده نسطور من ضمن الحاجات اللي قالها رفض ان يقول العذراء هي والدة الاله. البند الثاني: من لا يعترف بأن كلمة الله الآب صار واحدا مع الجسد أقنوميا، وأن المسيح واحد فقط مع جسده، وهو إله وإنسان معا، هو نفسه واحد الإله المتأنس، أو يقولها إله وإنسان معا يعني هو واحد بس
فليكن محروما. خلي بالكم من البند الثالث ده بقى، من فرق من بعد الاتحاد المسيح الواحد الى اقنومين وطابق هما في بعضهما بالمصاحبة فقط، ام بالعظمة ام بالقدرة ام بالسلطان، ولم يحسن توحيدهما بوحدانية طبيعية، فليكن محروما. خلي بالكو القديس كورولوس علم باتحاد طبيعي واتحاد اقنومي، وكنا شرحنا في المحاضرة برضو تعريفات ايه هي الطبيعة والاقنوم بصورة مبسطة، لكن هنتناولها بشيء من التفصيل لما هنيجي نتكلم عن الفروق بيننا وبين الخلقدونيين في التعريفات. بس احنا شرحناها بصورة مبسطة وقلنا الطبيعة، ادينا مثلا احنا كده احنا قاعدين كلنا نقول طبيعة واحدة، كلنا لينا جسد وروح، طبيعتنا مكونة من كده، كل البشر ليهم سمات ثابتة في وظائف الأعضاء في التكوين في كل ما يخص الجانب الطبيعي اللي يخص الطبيعة البشرية كلها في كل العالم. فدي الطبيعة، الحاجة اللي احنا بنشارك فيها كلنا مع بعض. لكن ايه الفرق بين الطبيعة البشرية والأقنوم البشري؟ أقنوم يعني شخص، لكن لينا أقنوم برضو. إذن كل واحد فينا له طبيعة وليه أقنومه. ايه الفرق بين طبيعتي وأقنومي؟ ايه الفرق؟ يعني احنا كلنا كده نقول طبيعة واحدة مش كده؟ لكن هل كلنا أقنوم واحد؟ إذن الكل طبيعة واحدة لكن مش الكل أقنوم واحد. يعني ما أقدرش أفرق بين طبيعة أبونا فيليبون وطبيعة أبونا بطرس واحدة، لكن مش الكل أقنوم واحد. إيه الفرق بينهم بقى؟ اللي هي على أساسها بميز ما بينهم. طب إيه هي اللي أنا بميز بينها ما بين أبونا فيليمون وأبونا بطرس مثلا؟ الشكل. إيه تاني؟ الفكر، السلوك. كل ما يفرد الطبيعة. فإذا كانت الطبيعة البشرية عبارة عن روح عاقلة وجسد، وبالتالي الأقنومية هي مجموعة الصفات الجسمية والذهنية والسلوكية اللي بتميز واحد عن التاني، عمره قد ايه، وزنه، لونه، فكره، اتجاهه ايه، تصرفاته ايه، فكره ايه. ففيها صفات روحية وصفات جسدية، فدي اللي بتدي الايه، الأقنومية، دي اللي بتدي الفردية. الفردية بقى كل انسان له فرديته، وقلنا ان ده بالنسبة لنا كبشر طبيعتنا مركبة. بالنسبة لله طبيعته واحدة ووحيدة، لكن احنا طبيعتنا واحدة لكن مش وحيدة. طبيعته واحدة بسيطة، اعلن عن ذاته انه له ثلاث اقانيم، لكن ثلاث اقانيم يخصوا نفس الجوهر والطبيعة الواحدة، لانه بسيط لا يتجزأ
ولا يتفرد في يعني في زينا في كتير. فالله هو كله الله الآب، هو كله الله الاب، هو كله الله الروح القدس، هو واحد مثلث الأقانيم. احنا كبشر طبيعتنا واحدة لكن وحيدة، الله طبيعته واحدة ووحيدة، عشان كده يتقال واحد أحد، يعني ايه وحيد. احنا طبيعتنا واحدة لكن وحيدة، لا مش وحيدة. طب عددها كام؟ بعدد البشر، بعدد البشر. طب لما اللاهوت اتحد بالناسوت، ودي نقطة خلافية هنجلها بالتفصيل بعد كده، بس احنا بنعمل استباق شوية بقى بما اننا اتكلمنا عنها وهنتكلم عنها بالتفصيل قبل كده. القديس كيرلس يقول في اتحاد طبيعي واتحاد ايه؟ اقنومي. اتحد بالطبيعة البشرية كلها ولا اتحد بطبيعة لها فرديتها؟ طبيعة لها فرديتها، ايوه. صح، نقول اتحد بطبيعتنا لان احنا كلنا بنقول احنا طبيعة واحدة، فخد طبيعتنا لكن طبيعة لها فرديتها. الفردية اللي هي المقصود بها الايه؟ الاقنومية. طبعا الاتحاد ده ما كانش فيه لحظة ولا طرفة عين اتوجد الناسوت واتحد، ده الناسوت اتوجد في الاتحاد. طيب اللاهوت، الطبيعة اللاهوتية بأي أقنوم الله تجسد؟ الكلمة صار جسدا، يبقى هنا في الطبيعة اللاهوتية بأقنوم الكلمة تحت بالطبيعة البشرية لها أقنوميتها، صح؟ عشان دي نقطة خلاف جوهرية هنتعرض لها بعد كده مرتبطة بفكر مدرسة أنطاكيا، بس دي جدد بعد خلق دنيا. بس افتكروا الكلام ده، هنوصله نشرحه بالتفصيل، واللي على أساسه بيؤمنوا بالتأله بالصورة اللي لا تقبلها كنيستنا، في يقولوا اتحد بطبيعتنا، يعني مش بطبيعة خاصة، بالطبيعة كلها، وبالتالي كنا كلنا ايه؟ يعني عرفتوا التأله، يعني حتى لو اتجاه خلق دوني غير التأله اللي احنا الآباء قالوه ان احنا نبقى على صورته، على صورته ومثاله، لينا يعني تمثلوا بي كما انا بالمسيح، له صورة خالقه، خلق الانسان على صورته ومثاله. لكن بدأوا يفسروها بطريقة ان اللاهوت اتحد بالطبيعة ايه؟ مش طبيعة خاصة. لكن احنا مش هنتعرض لها دلوقتي، لكن انا عايز اقول بس ان النسطور قال بطبيعتين واقنومين، فالقديس كيرلس بيرد عليه. طب ايهما اتحد الاول، الطبيعة ولا الاقنوم؟ نعم، متزامنين. عشان كده القديس كيرلس لما يحب يأكد الاتحاد الأقنومي أكده بالاتحاد الطبيعي، ولما يحب يأكد الاتحاد الطبيعي أكده بالاتحاد الايه؟ الأقنومي. خلي بالكم من البند رقم 3، وده استخدمه لاحقا القديس ساويرس في إثبات فكر القديس كيرلس شكله ايه. يقول من فرط من بعد الاتحاد،
المسيح الواحد إلى أقنومين وطابقهما في بعضهما بالمصاحبة فقط. كلمة فقط يعني هما في أقنومين بالفعل، لكن هو خلاهم عبارة عن إيه؟ مصاحبة أو التصاق. أم بالعظمة أم بالقدرة أم بالسلطان، ولم يحسن توحيدهما بوحدانية طبيعية فليكن محروما. يعني هو عايز يقول الاتحاد الأقنومي اتحاد داخلي طبيعي. نصور كان يقول اتحاد خارجي بالبروسوب من الشكل الخارجي، المسيح من بره شكل واحد، لكن القديس كيرلس لا، ده من جوه طبيعيا وأقنوميا في اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي. فاهمين؟ أربعة، من ميز تلك الأصوات المذكورة في كتب الإنجيليين أم في رسائل الرسل أو نطق بها الآباء القديسون أم قالها المسيح عن ذاته وفرزها إلى شخصين أي إلى أقنومين ناسبا بعضها كما إلى إنسان على حدة منفصلا عن كلمة الله وناسبا الأقوال الأخرى كملائمة لله فهو يخصها بكلمة الآب وحده فليكن محروما. اللي هو الفصل بقى، يعني ما فيش اتحاد طبيعي أقنومي. من تجاسر وقال أن المسيح الذي يستعمل السلطان الإلهي هو إنسان محض ولم يحسن القول أنه إله بالحقيقة وابن واحد بالطبيعة الذي كالاتحاد الأقنومي واشترك معنا في اللحم والدم لكون الكلمة صار جسدا على ما في الكتب فليكن محروما. من يتجاسر ويقول إن كلمة الآب هو إله ورب المسيح ولم يعترف بالحري أنه هو نفسه إله وإنسان معا حيث أن الكلمة صار جسدا حسب الكتب فليكن محروما. سبعة، من يقول أن كلمة الله كان يفعل في يسوع المسيح كإنسان وأن مجد ابن الله الوحيد قد نسب إليه كأنه آخر غيره فليكن محروما. لأنه عامل كأنه ساكن، حد ساكن في حد، سكنة أو حلول بدون اتحاد. تمانية، من تجاسر وقال أنه ينبغي أن يسجد للإنسان الذي أصعد إلى السماء مع الله وأن يمجد معه أو يسمى معه إلها كما لو كان الواحد في الآخر ولا يكرم عمانوئيل بسجدة واحدة ولا يرسل له ترنيمة واحدة لكون الكلمة صار جسدا فليكن محروما. تسعة، من يقول أن الرب الواحد يسوع المسيح قد تمجد من الروح القدس وأن الرب كان يستخدم القوة التي من الروح كما لو كانت خاصة بقوة غريبة عنه، ويقول أن الرب قبل من الروح القوة للعمل ضد الأرواح النجسة ويتمم العجائب بين الناس، ولا يقول بالحري أن الروح خاص به والذي به عمل المعجزات فليكن محروما. عشرة، يقول الكتاب المقدس أن المسيح هو رئيس كهنة ورسول اعترافنا وأنه قدم نفسه من أجلنا رائحة طيبة لله الآب. لذلك فمن يقول أن رئيس كهنتنا ورسولنا ليس هو نفس كلمة الله حينما صار جسدا وإنسانا مثلنا، بل أن هذا الإنسان المولود من المرأة هو آخر على حدة غير كلمة الله، أو من يقول أنه قدم نفسه ذبيحة لأجل نفسه أيضا وليس بالحري لأجلنا فقط، لأنه هو لا يحتاج إلى ذبيحة لأنه لم يعرف الخطية طبعا، ده شرحنا، فليكن محروما. 11، من لا يعترف بأن جسد الرب شاف محيي
لكونه كلمة الله الآب، ويعكس الحق قائلا أنه آخر خارجا عنه، اجتمع بالتمجيد وكان فيه فقط بحلوله ظاهرا، ويقول أنه حي على ما قلنا لكون الله الكلمة كان ساكنا فيه غير متحد به اتحادا أقنوميا، ولم يحسن القول كما سبق أنه واهب الحياة لكونه صار خاصة لكلمة الله الذي هو قادر أن يحيي الكل فليكن محروما. 12. من لا يعترف أن الله الكلمة تألم في الجسد وصلب في الجسد وذاق الموت، وأنه بكر الأموات مثلما أنه الحياة ومعطي الحياة كإله، فليكن محروما. طبعا تلاحظوا البنود دي محددة وصارمة وقاطعة مانعة، عشان كده من أكتر الحاجات اللي لاقت مقاومة وكان ليها رد فعل قوي من النصاطرة ومن الخلق دنيين أيضا إلى يومنا هذا، واتهموه على طول بالأبولينارية. الله، انت بتقول واحد، انت عمال تقول واحد واحد واحد، معنى كده ان بقى في اتحاد حقيقي؟ طب احنا بنقول اتحاد بمعنى في دماغنا كده، معنى كده ان اتحاد حقيقي؟ عشان يبقى اتحاد حقيقي بحسب مفهومهم لابد بقى ان في حاجة ناقصة، يبقى انت أبوليناري بتقول بقى ان الحاجة في الناسوت تلاشت. دي كان اي واحد يقول بالطبيعة الواحدة يتهم كده على طول، واولهم القديس كيرلس، بل القديس أثناسيوس ايضا اتهموه انه استخدم هذا التعبير طبيعة واحدة وهو تعبير بتاع أبوليناريوس وما كانش يعرف. ده هنشوف العجب لما يتكلموا حتى عن البابا أثناسيوس. فاتهموا انه أبوليناري عشان قال المسيح واحد وفي اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي بدون فكرنا وخلفيتنا عن فكرهم في بتاع المدرسة الأنطاكية. هنقول هم ليه بيتهموا كده، انا بعرفكم ليه هم فكرهم بيروح لكده. يعني قال إيه القديس كيرلس في رسالته لأكاكيوس أسقف حلب؟ قال إنهم يشوهون سمعتي كما لو كنت أرتقي ما يرتقيه أبوليناريوس. طبعا أبوليناريوس فرق كبير بين اللي بيقول بيه أبوليناريوس والبابا كيرلس. أبوليناريوس ادعى أنه ليس للمسيح روح بشرية، بل أن اللاهوت اتحد بجسد فقط وقام فيه مقام النفس البشرية. أبوليناريوس أنكر أقنومية، خلي بالكم الحتة دهيت سجلوها في فكركم عشان لما هنيجي نتكلم عليها بعد كده. أنكر أقنومية الطبيعة الإنسانية ونادى بأن مركز الأقنومية هو في الكلمة، ومن ثم لم يكن ناسوت المسيح كامل على حسب رأي أبوليناريوس. ربط الأقنومية بالروح بس أبوليناريوس، وقال الناسوت ما كانش إيه له أقنوم واللي هو تحل محله. وخلي بالكو ده اللي اتقال في خلق دنيا بعد كده، يعني في خلق دنيا جمعوا ما بين هرطقة نسطور وأبوليناريوس، لأن لغاية دلوقتي يقولوا أن المسيح أقنوم واحد في طبيعتين، فبعدين يقولوا طب وحدتوا الأقنوم ما وحدتوش الطبيعة ليه؟ يقولوا لا، ما هو أصلا ما فيش أقنوم بشري. الحتة دي ما حدش ياخد لباله منها كتير،
لكن سبق وقال بها مين؟ أبو ليناريوس. فعملوا في خلق دنيا وما بعد خلق كوكتيل كده بما يوفقوا به، ما عايزين يقولوا واحد ومش واحد، فوحدوا الأقنوم وخلوا يعني قسموها نصين، الأقنوم بقى واحد بس بشرط ما يبقاش فيه أقنوم بشري. الطبعتين طالما موجودين يبقوا الاثنين طبعتين، يعني الوحدة مش وحدة اتحاد. عشان كده نسطور رد على أبوليناريوس، قال نسطور قال بأن ناسوت المسيح تام وكامل، أي جسد له روح بشرية، وقال أن الطبائع ليست طبائع دون أقنوم، وده صح، الطبائع ليست طبائع دون إيه؟ ولا يتم التفكير فيها عقليا دون أقنوم. فإذا كانت كلمة أقنوم تعني الحقيقة فهي تشمل أيضا الفردية، وده صح، تعريف نسطور للطبيعة والأقنوم صح، لكن ما قالش اتحاد. عشان كده قال إن المسيح إنسان لا بصلاه، وكأنه إنسان نال نعمة خاصة من الله. وبدل ما يقول ان الكلمة صار جسدا يقول ان المسيح كأنه انسان تأله، حل عليه ايه؟ الله، وظل سنين. ونسطور ما قالش باتحاد حقيقي بين اللاهوت والناسوت، ولكن نوع من الاتصال او التحام او المصاحبة. واذا كان اتحاد فهو اتحاد ادبي خارجي. وبناء على فكر نسطور يقول ان المسيح له وجه واحد، اللي هو الوجه هنا بيقصد به البروسوبن، وطبيعتين متميزتان واقنومان متميزان. ده الفرق بين نسطور وابوليناريوس. البابا كيرلس رد عليهم الاثنين، لا هو نسطوري ولا أبوليناري، وهم مش قادرين الحاجة المظبوطة، لا ما هو لا كده لا كده. فنشوف رد القديس كيرلس على أبوليناريوس ونسطور قال ايه، وهتلاقوا الشواهد يمكن معلنة عندكم عشان بس اختصار للوقت، يعني كلها كلام القديس كيرلس. يقول إن الكلمة الذي من الله الآب وحد بنفسه جسدا حيا بنفس عاقلة، بيرد على مين كده؟ على اللي بيقولوا عليه أبوليناري، بطريقة تفوق الفهم وبكيفية لا يمكن التعبير عنها. ده أسلوب بقى مدرسة اسكندرية، ما هوش اتحاد كيميائي، هنشرحه ونعبر عنه بطريقة لا تتعارض مع العقل لكن تفوق الفهم وبكيفية لا يمكن التعبير عنها. وجاء إنسانا من امرأة إذ قد صار مثلنا، ليس بتغير في طبيعته بل بالحري بالمسرة الخاصة بتدبير تجسده، لأنه سر أن يصير إنسانا دون أن يفقد ما هو عليه بالطبيعة كإله. فله ناسوت كامل ولاهوت كامل، لكن هو ايه؟ باتحاد واحد. ويقول ايه؟ يقول لذلك صار انسانا ولم يتخذ انسانا كما يبدو لنسطوريوس. المسيح صار انسان، يعني تجسد الجسد، اتوجد متحد باللاهوت، لكن نسطور يقول ده في الناسوت واللاهوت حل فيه وسكن فيه بنوع من المصاحبة أو السكنة. وممكن يبقى بفرق زمني طبعا. ويقول لأن الكتاب لم يقل أن الكلمة قد وحد شخصا من البشر بنفسه، بل أنه صار جسدا،
يعني ما كانش في شخص قائم بذاته ووحده، لكن هو صار جسدا. ما كانش في لحظة ان صوت موجود بكيان موجود وبعدين اتحد بيه او عليه، لأنه لم يولد أولا إنسانا عاديا من العذراء القديسة ثم بعد ذلك حل عليه الكلمة. دي كلها بشواهد أنا كاتبها، مش كلامي أنا. وبكده نجد أن القديس كيرلس قال باتحاد حقيقي بين اللاهوت والناسوت منذ لحظة بشارة الملاك للعذراء، اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي، وبناء على الاتحاد الطبيعي صار عمانوئيل طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين، ووفقا للاتحاد الأقنومي صار أقنوما واحدا من أقنومين، كما يتضح من البند الثالث، إذ قال من فرق من بعد الاتحاد المسيح الواحد إلى أقنومين وطبقهما في بعضهما بالمصاحبة فقط أو ولم يحسن توحيدهما بوحدانية طبيعية فليكن محروما. يعني تعليمه هو ضد كل من أبوليناريوس ونصور معا، وقال لكن إذا رفضنا الاتحاد الأقنومي سواء بسبب تعذر إدراكه أو بسبب عدم قبوله نسقط في التعليم بابنين زي ما قال نسطور. إذا كنا عايزين نحسبها بقى بالمقاييس الفيزيقية الكيميائية عشان نقدر ندركها هنسقط على طول بالتعليم بابنين، لكن إحنا بندركها يقول بطريقة تفوق الفهم وبكيفية لا يمكن التعبير عنها، لكن كأنا وإحنا المثل الواضح طبيعتنا إحنا كبشر. طبعا دي البنود الاثناشر كان أهم ما كتب وأقوى ما كتب ضد نصور، لكن للأسف الشديد كل هذه الرسائل وهذا الشرح لم يأتي بنتيجة مع نسطور، ولكن كان متشبث بفكره وبمنهجه الفكري. يشاركه بعض من تلاميذ مدرسة أنطاكيا اللي كانوا موجودين. الموضوع لما كبر طبعا انا مش هعيد اللي شرحناه قبل كده، هنركز على حاجات معينه. الامبراطور دعا لمجمع في افسس برئاسه البابا كيرلس عمود الدين. بابا روما في ذلك العصر كان صديق للقديس كيرلس، بعت له قال له انا مش هقدر احضر لكن انا موافق، وقع اي حاجه توقع عليها يعني انا موافق ايه عليها. كان عنده ثقه تامه في القديس كيرلس. وكان العلاقه بين كرسي الاسكندريه وروما على اعلى ما يمكن من التفاهم، ورغم ان القديس كيرلس اتنيح قبل مجمع خلق دنيا إلا أن نظرتهم للقديس كيرلس اتغيرت بعد مجمع خلق دنيا بتوع روما، لأن تعاليمه وقفت قدام توماس لو، فبدأوا يعني إيه خدوا موقف من البابا كيرلس. لكن مش هنسبق الأحداث، معلش أحيانا بياخدني الحماس بالواحد بيبقى في استباق، لكن نمشي خطوة خطوة. طبعا المجمع المسكوني اتحدد له الميعاد ودعا إليه
كل قادة وآباء الكنائس الرسولية والآباء الكنائس الكائنة في ذلك الوقت. لكن طبعا كان في كرسي أنطاكيا اللي في مدرسة أنطاكيا مشيعين كتير لنسطور، فكان يجلس على كرسي أنطاكيا في ذلك الوقت بطرك اسمه يوحنا الأنطاكي. فلما تسلم نسطور خطابات القديس البابا كيرولوس وأسقف روما في الفترة قبل انعقاد المجمع المسكوني، كتب ليوحنا الأنطاكي، نسطور كتب ليوحنا الأنطاكي وطلب منه أن يتكفل بمعاونة سؤدوريتوس أسقف قورش. طلب منه أن يعضد مين؟ سؤدوريتوس أسقف قورش. بقى يعني اسم لازم هتاخدوا بالكم منه قوي، سبب المصايب اللي هتحصل كلها. وكان القزن بتاع نسطور ابن عمه على يعني يذكر، هو يعني غالبا ابن عمه لكن هو علاقة ايه قزنس يعني. فطبعا يوحنا الأنطاكي كان صديق لنسطور، والاثنين مدرسة واحدة هي مدرسة أنطاكيا، وإن كان فكره مش متطابق تماما مع نسطور لأن نسطور تطرف خالص حتى في الفهم الأنطاقي ورفض إن العذراء والدة الإله، وقال كلام محدش قاله قبله كتير لكن كان بيتقال، يعني في ديودور وثيودور الترسوس المبسوسيستي اللي هم أسزته، بس نسطور لأنه بطرك فكان بقى يعني ان هو يقول كده كان له تأثير كبير. فكان يوحنا ميال لتعضيد نسطور، وخد على عاتقه انه يعرقل اي قرار او ايد حكم او ادانة يتحكم بها على نسطور. فلما تعقد المجمع هنمشي واحدة واحدة، لأن زي ما بقول لكم النقط دي نقط خلافية، لو قلتها كحكاية ممكن يقولوا ده رأي شخصي ده سيدنا عشان يعني منحاز لكنيستنا أو يعني هو فهمه الخاص كده، فدايما هنستند للأقوال الآباء بالنص. هتقروا معايا في رسالة القديس كيرلس رقم 23 فقرة 3 قدامكم. القديس كيرلس بيقول ايه؟ الوقت المعين للمجمع، مجمع أفسس، كان قد تحدد بعيد الخمسين المقدس، ولكن عندما سمعنا أن يوحنا أسقف أنطاكيا الموقر جدا والمحب لله جدا، شوف القديس كيرلس بيوصفه إزاي، وده أدب الآباء الروحانيين، قال المحب لله جدا سيأتي، انتظرناه لمدة 16 يوما، رغم أن الميعاد كان متحدد لكن اتأخر، لكن عرفوا انه جاي لكن اتأخر. تخيلوا مجمع مسكوني يفضل منتظره 16 يوم، يقول انتظرناه لمدة 16 يوما رغم ان المجمع كله كان يصرخ ويقول ان يوحنا لا يرغب ان يشترك في المجمع لانه كان يخاف لئلا يتعرض نسطوريوس
نقط طبعا، الذي كان أصلا من الكنيسة التي تحت رئاسته للتجريد من وظيفته، وربما فإن هذا الأمر يسبب إهانة له. الكلام ده القديس كيرلس اللي بيقوله، وقد أثبتت الخبرة فيما بعد أن هذا صحيح، لأنه أخر وصوله لأن بعض الأساقفة الموقرين الذين معه من الشرق قد وصلوا وقالوا: سيدنا الأسقف يوحنا أمرنا أن نقول لوقاركم إذا تأخرت فافعلوا ما أنتم فاعلون. خلي بالكم الدنيا ماشية ازاي عشان تعرفوا، اما نيجي نتكلم بقى على المصالحة يعني تعرفوا ان في نية مش مستقيمة في الأحداث. في نفس الرسالة برضو رسالة رقم 23 الفقرة الخامسة للقديس كيرلس يقول: إن يوحنا الأسقف المذكور المقدس جدا أعطى أعذارا لتأخر وصوله، فلو كان راغبا في أن يكون حاضرا فلأي سبب أعلن بواسطة الأساقفة الذين تحت رئاسته قائلا: إذا تأخرت فافعلوا ما أنتم فاعلون. يعني هو اللي قال لهم إذا تأخرت يعني إيه؟ أول لما المجمع انعقد وخد قراره وده اللي كان بقى متوقع يوحنا، عشان كده أجل بعد 5 أيام وصل يوحنا ومعاه 26 أسقفا، ولما علم بما قرره المجمع المقدس امتلأ غيظا وعقد مجمع من 40 أسقفا نسطوريا. كان هو معاه 26 وانضم عليه الباقي من هناك، وشوفوا بقى عمل ايه فيه. حكم حكما غيابيا على القديس كيرلس وممنون أسقف أفسس بالقطح، ناسبنا القديس كيرلس إلى الاستبداد. لا ده مستبد، تعرفوا زي ما يكون واحد غلطان وحد يجي عاتب ولا حاجة وخطأ واضح، في ناس كده تكبر، لا أيوة بس مش بالطريقة ده، هي يتكلموا على الطريقة بقى، دي طريقة صعبة دي، يعني يحاولوا يغلطوا اللي قدامهم، يعني يجيبوا كشوشرة. فده استبداد. ورفض ايضا بنود القديس كيرلس الاثنى عشر، لا دي مرفوضة البنود دهيت، بل حكم ايضا على كل اساقفة مجمع افسس بفصلهم من الشركة إلى أن يتوبوا ويجتمعوا ثانية ويلغوا ما قرروه ويحرموا بنود كيرلس الاثني عشرة. وأرسل هذا القرار إلى القيصر وزوجته والإكليرس وشعب القسطنطينية، وأضاف عليه تحرير تتضمن الطعن على البابا السكندري والمجمع وأسباب إبطاء، ويطلب إعادة فحص القضية. أنا كاتب بقى التعليق على كده بقول إيه: كان هذا العمل الذي قام به يوحنا ومن معه من النساطرة والأساقفة الشرقيين بداية لسلسلة من الأعمال والسلوكيات والتصرفات التي تنطوي على المكر والخداع والمراوغة والتزوير والتلون وقلب الأوضاع. أول لما عمل كده آباء مجمع أفسس عقدوا جلسة رابعة ضد يوحنا الأنطاكي، فدعوه أساقفته مرتين
طب ما احنا مجتمعين ومنتظرينك، طب انت جيت، طب تعالى، فلم يحضر. وفي اليوم التالي عقدت جلسة خامسة ودعي يوحنا ولم يحضر، فألغى المجمع كل ما قام به يوحنا ومن معه خلافا للقانون، وحرمهم مانعا إياهم عن القيام بالخدم البيعية وبالعبارات التالية. قالوا كده بقى، شوفوا المجمع قال ايه. قال ليكن يوحنا والذين معه غرباء عن الشركة الكنسية، ولا يكن لهم أي سلطان كهنوتي ليديروا أو يفيدوا أحدا، حتى يزدروا أنفسهم ويعترفوا بذنبهم، وإذا لم يفعلوا هذا عاجلا سيستحقون قصاصا كاملا بحسب القوانين. ثم ذكر المجمع في هذا القرار أنصار يوحنا بأسمائهم، ومن بينهم سؤدوريتوس أسقف كورش اللي هو ابن عم نصر وزميله في مدرسة أنطاكيا، وكان يحمل في قلبه عداء وبغضة شديدة للبابا كيرلس ومن بعده البابا ديسقورس، وهو طبعا المحرك لكل الأحداث اللي جاية زي ما قلنا. طبعا كنا شرحنا قبل كده ازاي بالتآمر مع بعض القادة والضباط منعوا وصول قرارات المجمع للإمبراطور، وراح لما يوحنا عقد المجمع بتاعه وخد القرارات دهيت بعتوها على انها دي قرارات المجمع المسكوني، هم بقى اللي عملوه، وأوغروا صدر الإمبراطور ضد البابا كيرلس وضد ممنون أسقف أفسس. قالوا له ممنون ده فتح بيعاملنا معاملة وحشة، فتح الكنائس للمصريين عشان زيه، يبدو ممنون ده كان من أصل مصري وإحنا بنتعامل معاملة وحشة قوي. فاستصدروا من الإمبراطور أمر بالحبس للقديس كيرلس وممنون أسقف أفسس. طبعا حصل اضطراب كبير بين أعضاء المجمع وبين كل الأرثوذكس، وقالوا لا، لازم يوصل الحاجات الأمور توصل صحيحة للإمبراطور. فأنتوا عارفين الحكاية طبعا، مش هنعيدها. أول لما وصلت القرارات المجمع والإمبراطور وقف على حقيقة الأمر، أمر أن يحضر إلى القسطنطينية 8 مندوبين عن كل فريق. مجمع أفسس يبعت 8، والمجمع بتاع يوحنا الأنطاكي واللي معاه رغم ان هم ما يكملوش 40 يبعتوا 8. مجمع أفسس كان كام أسقف؟ 200، ويمثلوا المسكونة كلها. مجمع يوحنا يدوب للمنطقة بتاعت الشرق بس. فطبعا بعتوا 8 كل فريق، وكان من الفريق طبعا بتاع الشرقيين على رأسهم سؤدوريتوس. فطبعا القديس كيرلس ما كانش مع 8 لأنه كان لسه في الحبس والسجن. فسؤدوريتوس واللي معاه قالوا فرصة، هو مش موجود بقى، نناقش أمور الإيمان هنا، لأن مين اللي كان بيرد عليهم ويفهمهم؟ قديس كيرلس. ولكن الإمبراطور كان فهم بقى اللعبة شكلها إيه، رفض.
وأعلن موافقته على الحكم الذي أصدره مجمع أفسس لما عرف يعني إيه اللي تم وإزاي ده اتأخر وعمله، يعني بدأ فهم الحكاية. أعلن موافقته على الحكم الذي أصدره مجمع أفسس بخلع نسطور من كرسيه وقطعه من جسم الكنيسة وحرمه، وقال أنا ما أقدرش أملي، لا يملك الحق فأن يملي أوامر على المجمع الذي هو صاحب السلطة في القضايا الكنسية. وحكم الإمبراطور بنفي نسطوره. في وقت نفس الوقت بعت أمر بالإفراج عن البابا كيرلس والأسقف ممنون أسقف أفسس. ورغم رفض الإمبراطور محاولة الشرقيين مناقشة المسائل اللاهوتية أمامه، إلا أنه لم ينفذ حكم مجمع أفسس على يوحنا وأعوانه، لأن المجمع كان حكم عليهم. ورغم عدم تنفيذ الحكم على الشرقيين إلا أنهم احتجوا. وقالوا له احنا ما كناش نتوقع أبدا أن تعاملنا بمثل هذه المعاملة، فأنت مش إمبراطورهم فقط ولكنك إمبراطورنا أيضا، فإن الشرق ليس بجزء صغير في مملكتك. حاجة عجيبة، ضربني وبكى وسبقني والشكاء. هم بيشتكوا وهو ما عمل لهمش حاجة، كان مفروض ان هو المجمع حكم عليهم هم كمان، ولم يتوقفوا عن التشنيع بالبابا كيرلس انه مستبد وبيقدم رشاوي ومبتدع وتعامل معاملة قاسية جدا. حصل ايه ما بعد مجمع افسس؟ اكتفي بكده المرة دي عشان اول مرة دي تسخين، لكن بعد كده ان شاء الله ممكن نركز اكتر، لكن عشان ندي فرصة للأسئلة. بيقولوا بعد اذن يافتك محتاجين المحاضرات تكون مكتوبة او بي دي اف تنزل على الجروب، احنا هننزلها على اليوتيوب، اما البي دي اف والحاجات ده هيت فيعني ممكن هنصغها لان دي ابحاث كنت معمولة محتاجة تتقفل يعني الاول. في حد بيسأل لماذا البشر طبيعة واحدة ولكنها غير وحيدة؟ طب ما احنا قلنا احنا طبيعة واحدة مش واحدة، لان في افراد كتير، كل فرد بيبقى بيمثل الطبيعة البشرية. لكن الطبيعة اللاهوتية لانها بسيطة فهي واحدة ووحيدة في نفس الوقت. انا هركز فيه طبعا، اسئلة جاية اونلاين، بس هركز على الحاجات الموضوع بتاعنا بس بعد اذنكم، فبعتذر للحاجات اللي هي خارج الموضوع. بيقول ما هي الكنائس الارثوذكسية غير مصر؟ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، السريان الارثوذكس. خلي بالكوا احنا بنتكلم على انطاكيا مش بتوع دلوقتي، بالعكس كنيسة انطاكيا حاليا كنيسة شقيقة من ايام القديس ساويرس الانطاكي، وكان جه درس في مصر في الاسكندرية ووحد الفكر بين كرسي الاسكندرية وانطاكيا وبقت من الكنائس الشقيقة. وحتى في أيام المدرسة الزمان برضو كان كل الرهبان سواء في الأنطاكية والقسطنطينية قلبا وقالبا فكرهم مع الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، كرسي الإسكندرية. فهنا في طبعا كرسي الإسكندرية وأنطاكية السريان الأرثوذكس،
والأحباش الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس والأريتريين والكنيسة الهندية الهنود الأرثوذكس. رجاء توضيح الفرق بين الأقنوم في الطبيعة اللاهوتية والأقنوم في البشر. كلمة أقنوم يعني شخص، وبروسوبون يعني شخص بس مختلفة. يعني أبائنا كانوا يستخدموا الأقنوم، البروسوبون ده له معاني واسعة شوية، يقولوا الشخصية التمثيلية أو الشخصية القانونية. يعني مثلا العبيد ما كانش لهم شخصية قانونية في المجتمع مثلا، أو اللي على المسرح التشخيص يقولوا مشخصاتي. لكن الأقنوم أبائنا استخدموا الأقنوم دايما مش البروسوبون. فالأقنوم اللي هو الشخص والطبيعة، زي احنا بنقول الطبيعة البشرية طبيعتنا واحدة، لكن كل فرد فينا رغم طبيعتنا كلنا زي بعض له شخصيته، سماته الشخصية اللي هي الصفات الشخصية اللي هي تفرده. حتى في الطب ما يكون واحد هيكشفه على حد، دي يدرسوا الطب بصفة عامة، لكن يطبقوا حالة يقولوا تشخيص، التشخيص هنا يبقى خاصة بديت. في اللاهوت احنا طبعا ان طبيعتنا مركبة فالاشخاص متفردين، لكن الله بسيط لا يتجزأ، فله ثلاث صفات يعني اقانيم او شخصيات لكن كلها تخص الطبيعة الواحدة. فالله كله هو الله الآب، كله هو الله الاب، كله هو الروح القدس، والتلاتة بيعملوا عمل واحد، يعني بيشتركوا في العمل مع بعض، زي ما قال الروح القدس يحل عليك وكلمة العلي الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهنا عمل ثالوثي. لكن في الأقنوم في الإنسان كل أقنوم له طبيعته الفردية المتفرد بيها، لكن كنوع كلنا طبيعة واحدة. ممكن نقول على أقنوم البشر الفروق الفردية كما ورد في علم النفس. ما هو اللي بيدي الفردية صح، بس مش مجرد الفروق الفردية، هو اللي بيدي الفردية. كل واحد له فرديته بشخصيته، لونه، شكله، وزنه، اتجاهاته، فكره، تصرفاته. دي بتكون زي ما الإنسان الطبيعة ليها خواص، في خواص طبيعية وفي خواص أقنومية. الخواص الطبيعية زي ما قلنا اللي بنشترك فيها كلنا، كلنا لحم ودم، كلنا روح وجسد، كلنا لنا وظائف أعضاء واحدة، كلنا يعني كل الصفات اللي بننطبق فيها كلها دي صفات طبيعية. وفي صفات أقنومية اللي هي الصفات اللي تفرد طبيعتنا بقى، زي ما قلناها كده بيعجبني التعريف ده، مجموعة الصفات الجسمية والذهنية والسلوكية اللي تميز فرد عن التاني. طيب هنكتفي بكده، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. وترقبوا، هو دلوقتي ده المحاضرة دي على الفيسبوك، لكن هتتوضب وتنزل على اليوتيوب في أقرب فرصة ممكنة. وياريت اللي ما كانش لظروفه ما سمحتش يحضر النهاردة أو يتابع، لازم عشان يتابع المرة الجاية يذاكر كويس المحاضرة بتاع المرة دي. المواضيع اللي هنتكلم فيها ما ينفعش حد يدخل من النص، هيتعب وهيتعب، فلازم يكون متابع كويس عشان يفهم اللي بيتقال بصورة دقيقة. اتفضلوا نصلي.